بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم في درس الـ HTML Links ضمن سلسلة دروس تعلم الـ HTML لتصميم مواقع الإنترنت. معكم أنا الدكتور محمد غزال من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. يلا معنا. طيب، زي ما تفضلنا قبل هيك وقلنا في عندي مجموعة أوتلاينز بدي أحققها في هذا الدرس، وإذا نحن وصلنا 10 دقائق ذكرونا نوقف حتى نصل لمين؟ لفقط 10 دقائق ماكسيموم لهذا الدرس. أول شيء حتكلم في الأبسوليوت يو ار ال، كيف أنا بدي أعمل رابط من مكاني اللي أنا موجود فيه إلى رابط خارج هذه الصفحة وخارج هذا الموقع. طيب ماذا عن الرابط؟ ما هو الرابط؟ أيوان، هنا نتكلم عن موضوع إنه في عندي تكست وفي عندي هايبر تكست. النص العادي هو نص ثابت، أما الهايبر تكست أنا بأضيف عليه خاصية إنه يمكنني هذا النص أنتقل من مكان إلى مكان. طيب هل فقط أنا بستخدم النص لأنتقل من مكان لمكان؟ لا، فينا نستخدم النص، فينا نستخدم الإيمج، وفينا نستخدم أي عنصر من العناصر اللي إحنا هنتكلم فيها، سواء كانت نتكلم نص أو صورة، كيف إحنا نستخدمها في التنقل سواء ما بين الموقع وصفحاته، وما بين الموقع ومواقع أخرى، وما بين الصفحة وعناصرها اللي في داخل البيج الواحدة. يعني أصبح في عندي ثلاثة مستويات من الانتقال: انتقال خارج صفحتي، انتقال في صفحة داخل موقعي، انتقال في سكشن داخل صفحتي من سكشن إلى سكشن. تعالوا نشوف الموضوع وتوكلنا على الله. طيب بنبدأ الآن بنتكلم، هاي بنفتح ملف الـ HTML وبنعمل التاب وبنيجي عند التايتل بنقول هذا عبارة عن HTML Links Tutorial، درس اللي هو اللينكس في الـ HTML. عند البادي بنيجي نتكلم في البادي باختصار شديد. لو اجيت انا قلت انا في عندي نص، هنا النص بدي يوديني على جوجل. الان النص هذا لو فتحناه حنلاقيه نص عادي. طب كيف بدي اخليه هو عباره عن نص تشعبي؟ بدي اضيف عليه خاصيه اللينك انه يصير عندي هايبر لينك، ان انتقل من هنا اروح على جوجل. قبله بدي اعمل اللي هو التاج اي. ايوه، اصبح بضع الانكر تاج اللي هو اختصارها اي، وبأحط اي كلوز تاج. وقبل هيك انا تكلمت معاكم ان هو اخذ الخاصيه. لو اجينا احنا فتحنا الكلام هذا في المجلد اللي هو الليست تايب اللي احنا فتحناه قبل هيك قلنا هي اللينك، حنلاقي ايش؟ حنلاقي هاي جوجل موجوده بدون اي شيء. طيب الانكر هذا ليش ما تفعلش؟ لانه الانكر يا جماعه بده خاصيه معينه اللي هو الاتشرف، وهي الاهم. بقول انا الاتشرف بتحمل عندي HTTPS وبتوديني اوتوماتيك على www.google.com، وبسكر هنا وبروح بشوف ايش اللي بصير عندي في هذا الموقع او في هذه الصفحه. بنعمل ريفرش. ايوه، لاحظوا معايا الكلمه هذه كانت كلمه ثابته، الان تغيرت بمجرد ما جبت الماوس عليها. ايش صار؟ فصار في عندي امكانيه انه تقول اضغط علي، وكمان انه صار عندي لونها ازرق، وايضا صار فيها تحتها خط. الان هذا بيأشر ان انا امام رابط، هذا الرابط بمكن انتقل. وين بنتقل؟ لو اجيت طلعته هنا يا جماعه، طلعوا هنا وين؟ حيقول لي انا حنتقل على الجوجل دوت كوم. طب نضغط على الجوجل دوت كوم، وين حتوديني؟ حتطلعني من الصفحه اللي انا فيها وتوديني وين؟ على صفحه جديده. طب وين الصفحه تبعتي؟ برجع لها باك. هنا في عندي نقطه يا جماعه، كيف انا بدي اخليها ينتقل على صفحه بتاب جديد؟ تعالوا نشوف ايش بيصير عندي. هنا في عندي خاصيه، نرجع هنا لموضوع اللي هو ايش؟ اللي هو خاصيه التارجت. بدي اقول التارجت، هي تارجت الخاصيه تبعتي بدي يكون في عندي هي اندر سكور، ما بقول له سيلف او بقول له بيرنت او بقول له بلانك. هي بلانك، بلانك انه افتح صفحه جديده، افتح تاب جديد او صفحه جديده. تعال نشوف ايش صار معنا. بنعمل ريفرش، وبالمناسبه لاحظوا هنا هي التايتل احنا كتبناه، هي طلع ظهر ايش؟ ظهر في التاب التايتل بالمكان هذا. اجينا هنا لو ضغطنا، لاحظوا وين حنروح؟ حنفتح تاب جديده هنا، هاي جوجل. ايوان، شفتوا راح فتح جوجل في تاب جديده رغم انه التاب هذه بقيت مفتوحه. هذا هو الاكثر شهره، ان انا بابقى على صفحتي وبأخلي الرابط يفتح بصفحة جديدة. كيف عملت الكلام هذا؟ عملته من خلال التارجت بلانك. طب لو بدي أرجع الموضوع لأصله بقول له تارجت بسوي السيلف، أصبح ما بين السيلف والبلانك أنا بأشتغل. لو رجعنا على السيلف اللي هي كانت باي ديفولت سيلف،
ان انا في داخل الصفحه، هنا انتقلت وانا هي في داخل الصفحه وبدي ارجع، برجع على زر الباك اللي موجود في البراوزر اللي انا بستخدمه. طيب في اشياء ثانيه، في اشياء اللي في التارجت بتحمل بيرنت وبتحمل توب، هذه الها في موضوعات الها خاصه في الاي فريم في درس احنا ما اخذناهوش، في قادم الايام ان شاء الله بنتطرق له وبناخده. اصبح اليوم انا تمكنت اني انا استخدم الانكور تاج حتى امكن انه التحويل للنص من نص عادي الى هايبر تكست او الى نص تشعبي، او اخليه عباره عن رابط انتقل فيه الى صفحه اخرى. طيب الان في عندي سؤال ثاني، لو بدي اجي على الريلاتيف يو ار ال، يعني بدي انتقل من صفحه في داخل الموقع الى صفحه اخرى في داخل الموقع، تعالوا نشوف الان انا وين موجود على صفحه اللينك. تعالوا نفتح شويه نشوف المجلد اللي انا فاتحه، اوبن فايل، ايش في داخله؟ ايوان، في داخله اندكس اللي فتحناها واخذناها في الدرس السابق تاع الليست تايب. تعال نشوف كيف ممكن ننتقل على الصفحه هذه. تعال نيجي نقول بنفتح انكور، وبنقول في الانكور ايش بده يكون عندي؟ تعال نقول عباره عن اللي هو دكتور غزال، سي في مثلا، نقول السي في تاع الدكتور غزال. طيب وين بدي اخليه ينتقل؟ بمجرد ما انه يشوف النص هذا يكون عباره عن نص تشعبي يوديني اوتوماتيك على الصفحه اللي انا فتحتها في الايش؟ في دوي هيها فايل، اوبن فايل، بدي اخليه يفتح لي الصفحه هذه. شفتوا الصفحه هذه اللي فتحناها قبل هيك واشتغلنا عليها في درس سابق؟ بدي اخليه من هذا النص يتحول هذا الى لينك يوجهني على صفحه الاندكس. لاحظوا معايا وين بدي احط الان؟ بحط في الاتش ريف. انا وين موجود؟ موجود على المجلد. نيجي هنا نطلع على المجلد، انا موجود في هذا المجلد، بدي انتقل من الصفحه هذه الى الصفحه هذه، ما علي الا عند الاتش ريف، الاتش ريف اقول اندكس دوت اتش تي ام ال. طيب بس بس. طيب تعال نشوف الموضوع وافتح هنا، حنلاقي حالنا ايوه صار في عندي غزال وفي عندي دكتور غزال سي في. لاحظوا معي هنا وين انا موجود؟ هنا هنا بديني اليو ار ال انا رايح له، هي لاحظوا وين حيفتح لي؟ حيفتح لي الديسكتوب والليست تايب والاندكس. اضغط هنا، اضغط هنا، هي نقلني على الصفحه اللي انا اشرت عليها، صفحه الاندكس. بدي ارجع للصفحه الرئيسيه او الصفحه اللي كنت فيها، برجع بزر الباك. اصبح الان انا تمكنت انتقل من صفحه على موقعي لصفحه في داخل موقعي، وتمكنت ان انتقل من موقعي الى موقع خارجي خارج اطار الموقع اللي انا فيه. طيب في عندي سؤال صغير، ماذا لو كان انا عندي في داخل الموقع، عندي هنا مواقع هي بعمل الان في داخل موقعي في داخل مجلدي، في عندي سب فولدر، السب فولدر بدي اقول هذا ستودنت او غزال ستودنت، اوكي هاي غزال ستودنت. وبنيجي الان بنقول في داخل غزال ستودنت في عندي صفحه الاندكس، يعني هذه الصفحه انا الان بدي احطها في داخل مجلد غزال ستودنتس. ومن هنا يا جماعه لاحظوا معايا بدي ينتقل الى الصفحه اللي في مجلد غزال ستودنتس، هي صفحه الاندكس. لو اجينا الان فيش عندي صفحه اندكس، لاحظوا معايا ايش بده يصير؟ فعليا انا ما عنديش صفحه اندكس، لو رجعنا على المجلد هل في عندي صفحه اندكس؟ انا هنا في المستوى هذا، انا في واقف على اللينك، هل في عندي في المستوى هذا صفحه اندكس؟ لا فيش صفحه اندكس، اصبح مش حيتمكن ينتقل. أنا شوف افتح ريفرش، اضغط هنا، وين راح؟ راح وين؟ هاي فيش فايل، يو فايل واز نوت فاوند. اصبح اليوم انا بتكلم على صفحه انتقلت عليها مش موجوده، وانا وين نقلتني؟ على الليست تايب اندكس دوت اتش تي ام ال. طب لو بدي انتقل على صفحه اندكس دوت اتش تي ام ال اللي في المجلد، باختصار شديد باجي هنا بقول سلاش اي غزال ستودنت، هاي بقول غزال ستودنت، بعرفش ستودنت او ستودنتس مش متذكر، نرجع نتاكد ايش المجلد، ناخذه كما هو، هاي غزال ستودنتس، هي حتى بقول له رينيم وكنترول كوبي، وباجي على نفس الكلام هذا بقول هنا هاي المجلد اسمه، وبعمل هنا برضه سلاش حتى اتمكن ان اصل لمين؟ للصفحه اللي موجوده في داخل هذا المجلد. لو اجينا الان عملنا سيف وجينا طلعنا، اصبح الان بنعمل باك هنا واعمل ريفرش مره ثانيه، حتى لاحظوا دكتور غزال هي صار عندك رابط جديد، وهذا حتى مواصفاته بتختلف عن المواصفات السابق، الرابط الجديد له لون ازرق وهذا له لون غير الازرق، ما بعرفش ممكن يكون بني او ما الى ذلك. طب لو ضغطت هنا وين حروح؟ حروح على الصفحه اللي بالمناسبه انا هنا ايش دخلت غزال ستودنتس، لا بدي اجي هنا
اجي اقول عفوا هنا نقطة، نيجي نقول هاي students او غزال index.html او نقطتين ممكن نحط هنا حتى نشوف ايش اللي صار. هنا غزال students هيو، شفتوا كيف؟ بس حطيت نقطة بحيث ان انا انتقل من مستوى الى مستوى. اللي انا وضعته هنا وضعت نقطة، وبعدها ايش حطيت اللي هو الاشارة هذه، وحطيت اسم المجلد واسم الملف اللي انا بدي اصل له من خلال الضغط على زر اللي هو دكتور غزال سي في. هيك انا تمكنت ان انتقل من صفحه الى صفحه، تمكنت انتقل من موقعي الى موقع اخر، وتمكنت ان انتقل من تاب جديده او من تاب اللي انا موجود فيها الى تاب جديده، او استخدم نفس التاب ان انتقل من خلال الاتريبيوت تارجت. هيك بنكون وقفنا للدرس، وقفنا درسنا لهذه اللحظه او في هذا القدر نكتفي. انتظرونا في الدرس القادم، حنتكلم كيف احنا ننتقل في نفس الصفحه في داخل الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.